في خبر آخر، بعد جهد كبير وإنجاز دقيق لقاعة ممارسة الرياضات القتالية، تحقق حلم نادي الهوي حاج مسكين للرياضات القتالية في فتح قاعة مجهزة بأحدث التجهيزات وفق المعايير الدولية، وهو ما سيسمح للنادي بالتحضير الجيد للمشاركة في الألعاب المتوسطية. عبد العزيز حشاني. فيما يخص هذا الصالة إن شاء الله راهي موجدة وتزيد توجد أكثر من لي جو ميديترانيان. لي جو ميديترانيان كاع لي ديليغاسيون كي يجوا يبغوا يزوروا القاعات اللي نجموا يتمرنوا فيهم. نطلب من السلطات إن شاء الله باش يزيدوا يعاونونا باش هذه الصالة تكون رمز من رموز الرياضة في وهران، وتزيد تطلع نطلعوا بها الشباب الالعاب بحر الابيض المتوسط 2021 اللي غادي يديروهم في وهران. جميع الرياضات فيها تربيه والحمد لله، هذه الاماكن كي يكونوا كاينين بكثره يعني التربيه غادي تزيد. الاطفال راكم تشوفوا راهم وراء الحمد لله راهم في المستوى. انا متفائلين ان شاء الله باش يكون جروب من وهران ان شاء الله اللي يمثل العاب البحر الابيض المتوسط.